معانا كمان من اوروبا، من النمسا تحديدا، استاذ بهجت العبيدي المتحدث باسم حمله مواطن بالخارج في النمسا. اهلا بيك يا استاذ بهجت. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ يوسف. ازاي الحال؟ ايه الاخبار؟ فضل كبير ونعم، شيء مذهل، شيء مشرف، شيء يعني ابدع المصريون في الخارج في رسم لوحه فنيه نفخر بها جميعا بيد فنان عاشق لوطنه. هؤلاء المصريون عاشقون لوطنهم، ومن ثم جاءت اللوحة بهذا الإبداع وهذا الجمال. طب ده شيء رائع جدا. طب أنا عندي سؤال، يعني إيه السر بتاع المصريين في الخارج؟ في سر الناس؟ السر هو ارتباط هذا المصري في الخارج ارتباط وثيق بوطنه، وكأن جيناته تحن حنينا إلى هذا الوطن وترابه، وكأن جيناته في شوق عار دائما إلى هذا الوطن، وفي حالة من الحماس الدائم لأن تصبح مصر في مكانة متميزة بين الدول، لأنها تستحق هذه المكانة. فيها دولة عريقة، دولة عظيمة، دولة بها شعب هو الأعرق في التاريخ، ومن ثم فيجب أن تكون في مكانة الأولى بها بين الدول. يعني طول الوقت كده الاقي المصري بره متحمس، المصري بره مقبل، انتخابات رئاسية موجود، انتخابات برلمانية موجود، استقبال لرئيس الجمهورية موجود. فبقعد اتساءل اقول يا جماعة الناس دي سابت مصر على الأقل على الأقل بقالهم 10-15 سنة، ايه السر ورا الارتباط الشديد ده؟ أرجوك اعطيني فرصة اتكلم في هذا الأمر ولو قليلا. طبعا بمناسبة أن المصريون يذهبون خلف السيد الرئيس في كل مكان، في مكان فهو نحن حمل مواطن التقينا في لقاء مع سعادة في زيارة لسيادة الرئيس مع بعض، وكون هذا الكيان اللي هو حمل مواطن. كان هو اتحاد مواطن وأصبح حمل مواطن. حلو جدا جدا. انا عاوز اشكرك جدا يا استاذ بهجت، وانا اتشرفت ان انا سمعت صوتك، خصوصا في الكلام الرائع اللي اتكلمت بيه على الجاليات المصريه في الخارج وفي المهجر.